السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر، كنت أريد أن أصور هذا الفيديو طبعا بطريقتي على كوراشو، البرنامج الذي تعودتم عليه، لكن للأسف لم نتمكن من تصويره بطريقة الشو. عموما أتمنى أن تتقبلوا هذا السيلفي الذي سوف أتطرق فيه للرجاء البيضاوي. لبست الأخضر، لم أكن متعمدا في فعل ذلك، لكن عموما لنأخذ الأمور بشكل جدي، لأنني أريد أن أكون جدي في هذا الموضوع، وأتمنى أن أوفق إن شاء الله من الله وحده في شرح بعض المسائل. أول شيء، توقعت ما يحدث داخل نادي الرجاء البيضاوي. يعني هذا النادي أريد أن أتحدث عنه لأنه كله عبر، يعني كله عبر، وأتمنى أن يرجع إلى الواجهة وتأخذ العبر الأندية الأخرى. أول شيء، توقعت هذا الشيء، كنت أكتب مقالات على صفحتي في الفيسبوك، لم أفعل فيديو أتحدث فيه عن أن الرجاء في خطر أو شيء من هذا القبيل. لا كنت لم أكن خائفا من شخص، لكن تمنيت لو وصلت هذه الرسالة إلى يعني قبل بداية موسم 2014-2015. كنت أكتب مقالات وأقول أهم مفهوم في هذه المقالات بالنسبة لي هو وباء الماركتينج، عافانا الله وعافاكم، يعني وباء الماركتينج. هذا تحدثت عنه لأنه هناك قاعدة في كرة القدم، قاعدة أساسية، وهي بأنك لن تحصد مشروعا اقتصاديا ان لم تزرع المشروع الرياضي. ولم ارى النظرة الرياضية داخل الرجاء البيضاوي، وسوف اتطرق الى هذا الموضوع واشرح يعني النقاط، لماذا الرجاء البيضاوي لم يفكر بطريقة رياضية وبان هذا الشيء للجميع والجميع يعرفه الان. اول نقطة بالنسبة لي، انا اتمنى ان اعطي حلول، لن اخرج باستنتاجات، يعني نعاود الكلام المسموع اللي كان واللي كتبته، كنت من الاوائل اللي كتبوا في هذا الصدد. اول شيء بالنسبه لي الرجاء البيضاوي لم يفعل مشروع رياضي، لانك كما قلت لا يمكن ان تحصد اقتصاديا ان لم تصنع رياضيا. ممكن ان تصنع رياضيا ولا تحصد اقتصاديا، وهذه مهارتك وشطارتك في أن تجلب مستثمرين، في أن تجلب ناس يساعدون الرجاء، هذه في بيع اللاعبين، في تمديد عقد من يجب تمديده، هذه مهارتك. لكن في المشروع الرياضي، انتدابات المدرب، الرؤية الرياضية، من يجب أن يكون، لكن كانت هناك ليس المشروع الرياضي للرجاء البيضاوي ليس كله سلبية، أغلبه سلبيات، ولكن هناك بعض الإيجابيات التي سوف نعود إليها. فبالنسبة لي كانت هناك غياب النظرة الرياضية. أول شيء، ذهب الرجاء البيضاوي إلى إسبانيا، وسوف أعود إلى بعض النقاط قبل معسكر إسبانيا، لكن ذهب الرجاء البيضاوي إلى معسكر إسبانيا، ثم ذهبوا إلى النمسا أظن. لكن اول شيء في اسبانيا، بين كل مدينه ومدينه 6 ساعات، ترهيق اللاعبين في هذه الفتره، هذه كاين تحملات وشي قلنا في اول سيزن. لكن المهم، طبعا اعيد هذا الكلام واعيده واعيده، يعني طرق الاستشفاء الموجوده في ريال مدريد ليست هي الموجوده في الرجاء البيضاوي، كي نكون واقعيين. وذهبوا فتحوا راجل ستور في التشي وفي كوردوبا، يعني انا لا، هذا ليس حسدا وليس حقدا، والله لا يوجد هذا الشيء، لكن نفعل هذا الكلام امتى؟ عندما الرجاء البيضاوي صحيح وصلت الى الفاينل لكن كاس العالم، لكن على الاقل عندما تفوز بالتشامبيونز ليج، عندما تصل الى النهائي، عندما تكون فريق يصل كل سيزن وسيزن الى نصف النهائي الى النهائي، هنا نفكر في بيع تيشيرتات في 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 في, في, في برا المغرب. داخل المغرب يفعلها من الان، ما عندي حتى مشكل. وبين كل مدينة ومدينة كما قلت لك 6 ساعات، ومدرب جديد، وفلسفة أخرى غريبة على اللاعبين. أول شيء، بيع التخلي عفوا على البنزرتي. بالنسبة لي أنا، البنزرتي أحسن المدربين تكتيكيا، قد أكون مخطئ، لكن بالنسبة لي ما أراه هو بأنه أشجع مدربين، يضغط على الحصان بأكثر لاعبين ممكن. وأكد لي هذا الكلام
لاعب في الرجاء البيضاوي لعب معهم الموسم الفارط، من أهم اللاعبين. تحدثت معه وقال لي في كأس العالم كان يقول لنا انسوا شيء اسمه الدفاع، انسوا شيء اسمه الدفاع. هذه يعني صورة مجازية كي يحفز اللاعبين على الضغط بأكثر عدد ممكن في منطقة الخصم. وليس هناك يعني فرق كثيرة تفعلها في البطولة، لكن لن نبني فقط على هذه النقطة التكتيكية، يعني هذا الجزء الصغير تكتيكيا سوف نبني عليه فريق كامل. لكن بالنسبة لي أنا من أشجع المدربين، وتكتيكيا يلعب كرة جميلة، تمكن من الوصول إلى المركز الثاني، فاز على المغرب التطواني. عموما الرجاء البيضاوي تذهب إلى إسبانيا، 6 ساعات بين كل مدينة، مدرب جديد، فلسفة غريبة على اللاعبين. أول مرة الرجاء تلعب بأربعة واحد أربعة واحد، وهذه الخطة تلعب بمئة طريقة، هذا فقط رسمة، أما فعاليتها كيف شيء آخر. لكن ما رأينا بأن هذه الخطة لم تجني ثمارها، وشاهدنا الرجاء البيضاوي بمستوى هزيل، من يعني حتى الدخول في السيزون ما كاينش. أظن بالنسبة لي أنا الإعداد البدني كان سيئا وشاهدناه، خصوصا هناك نقطة يجب أن نفقهها، وهي بأن عندما تلعب في الدوري المغربي فيجب، قد أبالغ، لكن أن تحضر فريقك 4 مرات أكثر من الإعداد في فرق أخرى. لماذا؟ لأن هناك أرضية الملاعب، هناك بعض العشب يعني أرضية الملاعب الاصطناعية، يعني يجب أن تحضر إليها، تستخدم لي زابوي سونتون على بال، يعني تتطلب جهد كبير. هذه النظرية هذه اللي كنت أقولها أكتبها تأكدت اليوم مع صالحي، فهو موقوف مدى الحياة أن يلعب في العشب الاصطناعي. هناك أمثلة أقول لك الرجاء البيضاوي، هناك من سوف يقول لي أيضا بيع اللاعبين كمتولي كالراقي، أقول له نعم نعم أنت محق. هناك من سوف يقول هل الرجاء البيضاوي سوف تقف على متولي على الراقي، أقول بأن كل مدرب في العالم يبني على 3 key players، والرجاء البيضاوي ضيعت الموسم الفارط اللاعبين المفاتيح ديالها، الكي بلايرز اللي هما الراقي متولي، وكان في صناعة اللاعب كان أيضا كوكو، لكن ظهر بمستوى غير جيد هذا الموسم. أقول له نعم أنت على حق على حق، لكن الرجاء البيضاوي هناك النظرة الرياضية، هناك عروض مغرية، ما يمكنلكش ترفض هذه العروض هذه اللي كانت عند متولي وعند الراقي، يعني تبارك الله مبالغ طائلة لا يمكن أن ترفضها. لكن في نفس الوقت أين هي الإدارة الرياضية؟ هناك من سوف يقول لي الإدارة التقنية، الإدارة الرياضية والإدارة التقنية شيئان مختلفان ولو بأنه في مشروع رياضي، لكن الإدارة الرياضية عملها الانتدابات، هناك مدير رياضي ثم المدير التقني اللي فيه تفاصيل، الذي يشرف على أنا أرى الكرة هكذا، أتمنى يعني هذه فقط وجهة نظر. هناك سكاوتس، هناك أناليستس، وهناك لاعبين قدامى، هناك يعني هذه لجنة تقنية فيها سكاوت فيها ده. سوف تقول لي كانت هناك عملية تنقيب للناس اللي بريطاوهم البرشيد البركان، يعني كانوا كتجيو تقارير فنية، من كان يقوم بهذه العملية؟ هل المدربين من ليزيسبور كيمشيو يشوفوهم، أم منقبين خدمتهم هي هذيك؟ لان الرجل البيضاوي خصها تخدم بطريقه، يعني لازم لنا البروفيسيوناليزم، ما يمكنلكش تطلب من مدرب صحيح جيد ممكن يفهم في كوره وممكن يخرج لك بتقارير جيده، لكن هو عنده راه كيدير في عمل واحد اخر، عنده لي زيسبوار، عنده جونيور، يعني كل واحد خص دي سكاوتس. اول حاجه بارتو بروميير ديفيزيون ديال المغرب، دوزيام ديفيزيون، وخص ايضا نتعاملوا مع افريقيا والفرنسيين. ما يبقاوش يجيو لي، انا ما كنبغيش نقطع الرزق على اي واحد، ولكن ما يبقاش يجيني اجون بواحد الخلفيه وعندي غير فيديو وعندي غير... هذا جيد اوكي ممكن يساعدوك، ممكن حتى يجيبوا لك لاعبين، لكن ما بقاوش نعتمدوا فقط على لي زاجون، لازم دي سكاوتس منقبين هما اللي كيديروا مثلا
كيكتب لك تقرير فني على اللاعب كذا كذا بالفيديوهات، اناليست كيمشي يخدم. شنو هي الخدمه ديالو؟ هي يخدم لك الفريق ديالك، يوجد لك مثلا الفيديو ها الاخطاء اللي درتوها كذا كذا. هناك اناليست ديال ستاتستيك وهناك اناليست ديال تكنيك وتكتيك. غنقول لك الانديه الكبار كيفاش كيخدموا. حيت الناس كيشوفوا مثلا، كيشوفوا شي انديه، كيشوفوا مثلا الانديه العالميه، كيشوف لك مثلا غير 5 ولا 6 اللي جالسين على البونتوش، ولكن راه ما عارفينش شحال من مساعد عنده. لا اريد ان اذكر كم، راه بزاف. مستوى ثاني، هذاك مستوى ثاني. لكن اقول لك ان بعض المدربين مثل اليكس فيرغسون عنده اكثر من 60 مساعد تقني فقط وليس بدني. اما نحن نقول اذا دخل، يعني اذا عندنا واحد المثال كنطبقوه في كره، الا كثروا الطباخه كتفشل الطبخه. لا، لازم تناقش. كل واحد كيشوف، لا توجد حقيقه في كره القدم. لكن الاشخاص ماشي بالضروري لاعبين، ماشي بالضروري يعني ندخلوا عاوتاني. كاين اللي مثلا كيبغي يدير الخير وكيدخل لاعبين القدامى. شيء جيد تدخل لاعبين القدامى، ولكن ماشي غير تدخل لاعبين القدامى. كاين اللي عنده الكفاءه، كاين اللي لاعب قديم لعب، ونقولها لكم هذه كاينه الصراحه، لعب في الشامبيونز ليغ لكن مازال كيفتقد لواحد الادوات مهمه لتوصيل فكرته. يمكن هو كيفهم في الكره، ولكن ادوات باش يوصل الفكره ما عندوش. هناك اناليست عمرهم صغير، مثلا تبارك الله ممكن تلقاه مثلا اناليست في عمره 22 23 24 25 في العشرينات من العمر، ممكن تلقى اناليست ماشي بالضروره لاعبين قدامى. ايضا في استقطاب المدربين، ان ارى تكوينه، ان ارى فلسفته الكرويه. من يرى هذا؟ هل الرئيس؟ هل مستشار في امور اداريه؟ هل لا اريد ان احمل البعض على بعض. عموما انا اقول بان يجب الهدوء، ويجب هذه الامور كلها ان تكون في نادي الرجاء البيضاوي. التشاور الرياضي، انا تشاور للفريق الاول، هناك مثلا لاعبين طلعوا، هناك لاعبين نحتاجوهم، كل مره نشوف واش كنحتاجوا. هناك مثلا المدرب، وماشي مثلا الناس اللي فوقه، حنا واخدين واحد المفهوم عاوتاني غلط ديال المحاسبة. راه هذوك الناس اللي فوقه، اللي مثلا في الإدارة التقنية فوق المدرب، ماشي عملهم انهم يتدخلوا ويشوشوا على المدرب، لا، عملهم. وماشي هما بينما مثلا بداو يخسروا ليه العلاقة مثلا مع الرئيس باش يجيبوا مدرب ويمشي ويجي. حنا ما كنديروا هاد الإدارة التقنية الفوق الا لضمان الاستمرارية ولرؤية الكرة بطريقة علمية اكثر. واضح؟ يعني موضوع طويل، لكن ما اقول بان هذه الاداره هذه كتصحح المدرب، كتساعده. العمل الفيديو كيختصر على المدرب بزاف، لانه هو في نفس الوقت راه كيدرس الخصم، راه عنده الفكره ديالو على الخصم. كتجيب له نتايا كذا، كدير له انيريمو اكسيليغاتور اللي هو الفيديو، كتوريه اللاعبين كينسجموا معاه. وللاسف يعني ما كاينش كنعرف ان مثلا حتى في الاونيفو في بعض الاحيان في فرنسا ما كيعجبهمش اللاعبين التكتيك وهاد السيونس ديال الفيديو هادو. لا، راه هذه هي الاساس. يعني ان تكون منور. حنا ما شفنا والو، ما شفناش، ما كاينش في الرجاء البيضاوي، ما كاينش ديريكتور سبورتيف، ما كاينش ديريكتور تكنيك. طبعا هناك لازم ديريكتور سبورتيف، هذا الهدف ديالو انه يشرف على كل شيء، على الإدارة التقنية، كل شيء، أنه يكون هو المستشار، شبه مستشار رياضي للرئيس. تحته كاين ديريكتور تكنيك، ومن بعد كاين مثلا لو ريسبونسابل دو لا فورماسيون، ديريكتور دو لا فورماسيون مثلا. ممكن يشتغلوا على هذه الوحدات، وتكون عندهم وحدات ديال سكاوتس على قدر الامكانيات. غادي نخدم مثلا الناس في اوروبا، راه شفنا مثلا في شحال من مغربي كاين مثلا في فرنسا كيلعب في الناسيونال، اللي هو واحد المستوى لا بأس به، وشبيه بالبطولة ولا بالسيفة، شبيه أيضا ببعض الفرق البطولة، أي الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة في فرنسا، هناك في السيكوندا ديال إسبانيا. وبالنسبة لهم يجيو وعندهم الجنسية المغربية ويجيو كلاعبين لفريق الرجاء البيضاوي، فممكن أن واجهة باش يرجعوا عاوتاني لأوروب في أندية أفضل. ممكن يستمروا يعني ينجحوا مع الرجاء البيضاوي،
ممكن هناك سكاوتس في الافريق ما بقاوش نجيبوا غير لاعبين من اجل نجيبوا لاعبين، نجيبوا الخبره من اجل نجيبوا الخبره. مثلا الان جبنا القديوي وسمعنا بان هناك 10 غادي يتشطبوا، وشفنا بان الان غادي يكون فتحي جمال. اوكي ما عنديش انا ما عندي حتى مشكل، لكن اتمنى ان يشتغل فتحي جمال، وانا ما كنوري حتى واحد خدمته، ولكن كنتمنى بانه يشتغل بهذه الطريقه هذه. انا هناك يفتح سكاوت ويفتح هادشي، راهو فتحي جمال بالخبره ديالو اكيد كيعرف هذا الكلام. يعني بالنسبه لي انا الان سمعت بان هناك 10 لاعبين 14 لاعبين راه باغا تخلى عليهم باغا تبيعهم، اوكي، ولكن في واش بصح جلستو وشفتو الماتشات كلها اللي كاينه في الرجاء البيضاوي؟ واش قيدتو الاخطاء كلها؟ لان شفت بعض الاسماء بالنسبه لي انا القناوي ما خصوش يمشي من فريق الرجاء البيضاوي. يعني شوفوا خصنا نشوفوا الكره بطريقه علميه اكثر. نستغلوا غادي نعاودها المره الالف، سكاوتس اناليس هادو كلهم كيمكنوا لك الاستمراريه، وكيشتغلوا مع المدرب وكيكتبوا لي وكيصوبوا لي بغينا لعاب كذا كذا، كيجيبوا لي وكتعرف علاش، كتفهم علاش. مثلا بغيت نفهم مثلا بان فريق الرجاء البيضاوي مثلا عنده خصائص على مستوى الوسط الميدان، شحال كاين من لاعبين في وسط الميدان، شحال اون فانفيستيغ، شحال من لعاب نجيب مثلا انا، شحال من لعاب ويكونوا في المستوى. مثلا كوكو شفنا بان علي بامعمر غادي يمشي، وبالنسبه لي انا هذا خطا كبير، لاعب ان تري بون غولير في الرجاء البيضاوي. يعني هذه كلها بالنسبه لي انا امور كتدخل في نادي الرجاء البيضاوي. هناك ايضا السلوك، كنعرفوا بان ملي كتحيد انت حيدتي بن شيخه في الاول اللي فلسفته الكرويه كلشي شافها بان ما تمشاتش مع الرجاء البيضاوي، حيدتي روماو، حيدتي جبتي عاوتاني فتحي جمال. يعني اللاعبين كتخربقهم عادي، مثلا ما كنبررش، ولكن عادي يوقعوا لك مثلا بعض الانفلاتات ويولي هناك من يقود المجموعه غير المدرب سلوكيا. مرة اللاعب في الاخير باغي مصلحه الفرقه، ولكن شي مرات ما عندوش لو ريكول اسي باش يسير الامور، وكتوقع بعض الاختلافات. هادشي راه هادي ما كاينش. شوف غيكذب عليك واحد، يا با فيستير سون، ما فيش خلاف واحد، ولكن الذكي هو اللي كيسالي من داك الخلاف، داك الخلاف كيساليه وكيعرف كيفاش يجمع الفرقه، كيعرف بان داك الخلاف مساله وقتيه. نزيد واحد الحاجه بالنسبه لي انا مهمه، جا دابا مثلا بن شيخه، وغادي نرجعوا للمساله الاولى، اسمح لي هضرت بزاف. يعني ارجع بن شيخه، اوكي ماشي مشكل، بن شيخه جاب واحد الفلسفه جديده كان ممكن تكون ادابتابل، واخا بالنسبه لي انا ما كنتش مع القدوم ديال بن شيخه، ولكن ماشي مشكل. فين هما؟ واش عوضنا متولي؟ بشحال من لاعب عوضنا متولي؟ يعني حتى حاجه. شحال عوضنا الراقي حلينا المشكله ديال علي بن عمر، كوكو ما كانش مزيان، نسينا نجيبو ان تري بون سيس. الدفاع ديال الرجاء البيضاوي استقبل العديد من الاهداف. المهم اللي بغيت نقول هو بان ماشي مشكل، جيب مدرب جديد، لا توجد عندي اي اختلاف، ولكن فعوض ما تمشي دير بيض لي تور. حنا ما عندناش لي موين دو ريكوبيراسيون اللي كاينه في الانديه الكبيره، وحنا خصنا نديرو في اول موسم واحد لا بريباراسيون فيزيك اللي تكون كبيره، خصوصا بان داك وفي داك الوقت كاين رمضان وكاين بزاف ديال العوامل والبطوله غادي تبدا. نمشي في الهدوء تام، بعيدا عن حقوق التلفازه وبعيدا عن التصوير وبعيدا عن هذا، نمشي للنمسا نلعب مع الفرق ديال الثوازيام دوزيام ديفيزيون، ويفيقوني واخا نخسر معاهم بجوج لزيرو، نخسر معاهم 3-0، نخسر معاهم باللي كان، ولكن يفيقوني، لان هذيك المباريات الوديه ندفع ما لا يمكن تجريبه. يعني شي مرات كيجيو لكم بعض المدربين كيتفلسفوا، لا هو غير باغي يدير احتمال ديال انه ياخذ لو ماكسيموم دو ريسك، وممكن عاوتاني نو با بروند ريسك دو تو، كيشوف شنو ممكن تعطي. كاين دي كيسيون هكا، ولا بد انهم يجاوبوا عليه، ولا بد بانه يبدلوا دي بتي تراسي دي كيب هكا في الاول ديال لا سيزون. يعني على الاقل نمشي مثلا النمسا في الكالم، نخدم
على الاقل غيفيقوني وغيعطوني حقيقه الشيء، ماشي نمشي ندير دوره ويعني نخسر في التالي. يعني شفنا مثلا الرجاء البيضاوي ما جابش البديل الهاشمي، الهاشمي طاح له النيفو ولينا كنشوفوا جبيره اللي قدم مستوى رائع، وهذه ما لا يعرفها الكثير، هي بان واحد امني ممكن يلعب كظهير ايسر، واحد اسري صعيب عليه بزاف انه يلعب ظهير يمين، ومع ذلك تفوق جبيره. يعني تبارك الله، انا بالنسبه لي من فخور بزاف بجبيره، فخور بالكروشي، عجبوني هاد اللاعبين، عجبوني التالق. بغيت غير نعطي بعض العوامل، بعض الكلمات اللي ما كنسمعوهاش، سكاوتس اناليس، كنجيبو شي دري صغير مثلا يخدم مونتاج للمدرب وكنحقرو عليه، ما كان يعني ما كان هاد لي ميتي هادو سون با انكور فالوريزي، الوغ كو مهمين مهمين ويختصروا علينا بزاف الوقت. غير ونحيدوا الصراحة بالنسبة لي أنا، هذا مشروع الكرة المغربية، نحيدوا مشروع المنخرط ونفتحوا للمستثمرين، يعني مستثمرين عفوا من الخليج أو من المغرب، من يريدون أن يستثمرون ما لهم، يعني إن شاء الله يكون حلال 100% في كرة القدم. علاش لا، علاش لا، احسن بالنسبه لي ان نصرف المال على ما هو رياضي، وغادي يجي غادي يجيكم بعد لي ريزولطا، غتوليو تشوفوا بديك الساعات المغرب فين هو. طبعا تقول لي واش بروبليم دو فورماسيون ولا بروبليم ديال لي زونترينور، سي ان تي بو لي دو، وهذا موضوع طويل و ان اوتر ديبا، لكن على الاقل ان تكون النظره الرياضيه داخل النادي، عند اي نادي بغيتي تبدا هذا. والانديه الاخرى المغربيه للاسف، غادي نكمل انا هذا الفيديو هذا طويل، الانديه المغربيه الاخرى للاسف اللي كنشوفوه هو بان عندي صديقي من الكفاءات المغربيه في كندا، يفهم كثيرا في الاقتصاد الرياضي، كيقول لي ملي كنجي نقترح شي مشروع على شي نادي مغربي كنلقى بان الشغل الشاغل ديالهم هو ما يطيحش للدوزيام ديفيزيون، الى صوب راسو في بروميير ديفيزيون صافي راه وصل. ولكن هاد النظره هذه المدى القصير كتجيب تذبذب تذبذب تذبذب، حتى والو، حتى ما كاين والو. دونك اللي بغيت نقول وناكد عليه هو لا بد ان البريباراسيون دو لا سيزون مهمه، بان فتره مهمه يجب ان نراها بطريقه رياضيه اكثر، ومازال حنا ما وصلنا للمستوى ديال ريال مدريد باش نديرو جولة عالمية، مازال ما استقطبناش نجوم عالميين باش نبيعو التيشيرتات ديالهم من غنبوخسا لي 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 ريكروتمون. حتى لو اردنا ان نفعل مباراة يعني فهذا، ناخذوا الاستشاره ديال المدرب، واش اللاعبين، وناخذوا الاستشاره ديال البريباراتور فيزيك، واش اللاعبين قادرين يلعبوا مثلا ضد اتلتيكو مدريد، غادي تجينا التلفازه ويمكن تجينا بي ان سبورت، ويمكن تجينا يعني استسمع لي انا ذكرت القنوات، المهم غادي تجينا قنوات عالميه وغادي ندخلوا فلوس بزاف، ولكن واش اللاعبين هذه هذه المباراه هذه واش غادي تاثر عليهم ولا غادي يلعبوا، ولا غادي يلعبوا تالمون. حنا كنعرفوا بان اللاعبين ديالنا كيبغيو يبينوا ملي كتجيو لهم فرق كبار وهذا كيبغيو يبينوا، ولكن واش هاد المباراة هادي غادي تأثر عليهم ولا غادي بالعكس يعني ما غاديش تأثر عليهم. إلا كتأثر عليهم فيزيكمون غادي ديبورسا، وكاين دي ريسك، وكاين دي يعني عاد رجوع من بليسيغ، وغادي تخسر واحد لو بروغرام ديجا مي باغ لونترينور، باسكو سي سا سي سي اون ريسبكت با لي بروغرام دي زونترينور فينالمون، وما عرفتش واش هاد لي زونترينور عندهم، الله أعلم. دونك il faut respecter la vision sportive. خصنا نحترموا الفيزيون سبورتيف، وكنتمنى ان الانديه الاخرى في المغرب انها ترجع. و فوالا سا ريست اون فيزيون دو سكو جي بي فوار فير على سو فير على لترونجي، واللي شفتو كيدار في هذا، و يعني بزاف الناس فاتونا، وكنتمنى بان بين المغرب يعني يرجع للواجهة من جديد، وأن الأندية تكون في الطريق الصحيح، وخصوصا نادي الرجاء البيضاوي يستحق،
ونشوفوا ان شاء الله البطوله العام الجاي بالنسبه لي غادي تكون قويه. بالنسبه للبطوله غادي تكون قويه، غادي يكون هناك المنافسه. المغرب الفاسي بدا يرجع، اسبي سمعنا داروا دو بون ريكروتمون، ممكن يكون علاش لا نتمنى جيش الوداد الى استمرت في نفس الفيزيون ديالهم، اتمنى ذلك يستمروا ويكون عندهم ان بروجي افريكان علاش لا. المغرب التطواني، طنجة ممكن دير شي حاجة، الله أعلم، أتمنى ذلك. يعني هناك الكثير، ما نذكروش الأندية المغربية كلها، يعني غادي تكون بطولة كبيرة. عموما أتمنى بأن هذا الفيديو الطويل تكون عجبكم، وإلا نسيت شي حاجة سولوني، ومرحبا بكم وقولوا لي الرأي ديالكم. وتمنيت أنني نديره على طريقتي يلا كورة شو، ولكن نتمنى أنكم تقبلوا عليا في هذا السيلفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.